هؤلاء مجموعة من المقاتلين العرب في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نلاحظ هذا المقاتل يرتدي درع من زرد الحديد تحت ثوبه، ويحمل رمح مصنوع من أغصان النباتات الصحراوية، وهذا رامي سهام قد نثر سهامه أمامه ليرمي بسرعة، وقد لف سيفه بقطع قماش كحل مبتكر لعدم توافر الغمد. هذا المقاتل مدرع بشكل جيد، حيث يرتدي درع طويل الأكمام من زرد الحديد، فوقه درع آخر من الصفائح المعدنية، ويحمي رأسه بخوذة، ويحمل ترس خشبي دائري الشكل. هذا أحد المقاتلين الأمازيغ ضمن القوات الرديفة في الجيوش الرومانية، وهذا من أساورة الفرس، وهذا محارب مسلم أثناء فترة الفتوحات في العراق والشام وأفريقيا. هذا جندي في الجيش الأموي، وهذا حارس في أحد القلاع، وهذه امرأة مسلمة ممن كنا يشاركنا في الحروب والفتوحات. هذا من الخيال الأموية الخفيفة في مصر، وهذا من نخبة الخيالة، وهذا الحاكم الأموي في منطقة بلخ وهي في خراسان. هؤلاء من مقاتلي الثورة العباسية التي أطاحت بالدولة الأموية، حيث نرى هنا أحد خيالة أبو مسلم الخراساني، وهذا من المشافي جيشه، وهذا من خيالة فرغانة وهي ضمن أوزبكستان حاليا. هؤلاء مرابطون على ثغور الدولة العباسية، حيث نرى فارس من الفرس مع حصانه في الخلفية، وهذا أحد المشاة العباسيين، وهذا محارب عربي على ثغر الأناضول. هنا نرى الخليفة المتوكل، وهذه قواته من الأبناء والغلمان، وهذه رايات القوات العربية منتصف القرن السابع الميلادي. راية الرسول صلى الله عليه وسلم، لواء الرسول صلى الله عليه وسلم، لواء معاوية رضي الله عنه، راية الأنصار، راية قريش، لواء قريش، الراية الأولى لبنو عجل، الراية الثانية لبنو عجل، راية بنو عك، بنو الأشعر، الأزد، بجيلة، بنو ذهل، ذو رعين، بنو غني وباهلة، بنو غسان، راية حضرموت، راية همدان، بنو حنظلة، هوازن، هذيل، بنو حمير، بنو جعفة، جذام، كلب، كندة، خثعم، خزاعة، بنو كلاب، كنانة، محارب، بنو نخع، قضاعة، بنو سعد بن زيد مناة، بنو سليم، بنو شيبان، الراية الأولى لبني تغلب، الراية الثانية لبني تغلب، راية طي، بنو تيم الله،